السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم وأهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. وعندنا اليوم فيديو طبعا بدأنا بالنوتات الحرفية لتدريسها بالدورات الموسيقية اللي هي 8 محاضرات شهريا باشتراك شهري بسعر بسيط إن شاء الله، وتقدرون تتصلون عن طريق الرقم الواتساب الموجود في الصورة أمامكم أو أسفل الفيديو. معكم زياد هادي، أستاذ آلة العود والنظريات والغناء العربي من العراق. أشرب بكم إخواني، لكثرة الطلبات من الطلبة أنه محتاجين نوتات حرفية ويريد يحب أنه يدرس حرفيا، لذلك أنا قررت أنه الناس اللي تحب تدرس نوتة حرفية جاهز، والناس اللي تدرس نوتة موسيقية أنا أكون جاهز وحاضر في نفس الوقت. راح ناخذ مثال على النوتة الحرفية اللي موجودة أمامكم. نشوف احنا سلم البيات هذه وين يبدا، من ري، وطبعا عندنا هنا خلينا نبدا منها الري مطلق. طبعا هنا عندنا ري مي فا صول لا سي دو ري. كتبتكم اياها بالعربي، هذا سلم مقام البيات. يبدا منها وهو على درجة الري. أساس البيات هو يبدأ درجة ارتكازه من الري وينتهي في الري، هذا واحد. طبعا يبدي من الري أمامكم وينتهي بالري. ري مي أصبع، هاي الأصابع أصبع أول، فا أصبع ثالث، صول مطلق يعني بقت فقط بالريشة، ولا أصبع ثاني، وسي أصبع ثالث، و دو مطلق، وري اصبع ثاني اللي هو جواب على الدو. طبعا هاي التفاصيل كلها بالدورات الموسيقيه. ناخذ مثال، انا ما كتبت الاصابع، بالدورات اكتب لهم الاصابع عادي تلقائيا، وهذا كلام موجه طبعا لاعزائي واحبابي في العراق والعالم العربي الاثنين، انه يحبون يتعلمون النوت الحرفيه لجميع الأغاني. فأني كلها بالدورات الموسيقية، يعني من خلال دورة هي 8 محاضرات. فنقول صال فا مي ري مي فا مي ري دو ري مي ري صال فا مي مي ري 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 دو سي لا صال فا مي، هاي راح أضيفها مي ري. أوكي، فأنا ليش خليت قوسين؟ يعني صال هنا صال فرداش أو رش يسمونه، بس هو الصحيح فرداش. وهنا 8 7 يعني صال فاميري، ها طبعا يسمونه دولاب بيات، اكو دولاب ثاني غير هذا. فيقول صال فامي، طبعا هذه ايضا مقدمه مال بليغ حمدي، صال فامي ري مي فا مي ري دو ري مي ري صال فا مي مي ري 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 دو سي لا صال فامي ري. تاخذ جزء جزء بسيط، وهاي ورا ما تكمل يصير كارارا رارا رارا أنا بعشقك، هي يصير مقدمته اللي هي لحنها فنان كبير العملاق بليغ حمدي. أتمنى أنه استفادتوا أخواني الأعزاء، وتحية لكم، ولا تنسوا اللايك والاشتراك، واللي يحب يتصل على الواتساب رقم الواتساب اللي هو يشترك بي بالدورات الموسيقية، أنا حاضر وجاهز. تحياتي لكم ومع السلامة. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.